السلام الله عليكم مشاهدي أنفوزاليا الأعزاء. في هذا الفيديو غادي نتناولوا موضوع تورط جناح من جنرالات الجزائر في الحرب الأهلية اللي عرفتها الجارة الشرقية. لكن قبل ما نبداو عفاكم ندير واحد اللايك للفيديو، لأن الذباب الإلكتروني كيدخل بقوة خاصة لما يكون الحديث عن جنرالات الجزائر. في الفيديو الماضي، واللي ما شافش الفيديو راني عملت الربط في صندوق الوصف، كنت شرحت لكم ان الرئيس بدولة الجزائر لا يحكم، الرئيس لا يحكم، وان جناح او اكثر من الجنرالات هما اللي كيحكموا، وهما اللي كيحطوا رئيس مدني كواجهة فقط. هذا الشيء داخل فيما يسمى النفاق السياسي اللي كتعرفوا دولة الجزائر، لأن الجزائر كلشي كيعرف بأنها دولة عسكرية بامتياز. لكن ما عرفتش واش هاد الجنرالات هما حشمانين أنهم يبينوا أنهم ما كيحكموا علانيتان أو كيفاش، ما فهمتش. ودايما كانوا كيحطوا واحد الرئيس مدني اللي كيكون كواجهة فقط. أكبر دليل على ذلك، وأكبر دليل أن الجنرالات هم اللي شادين مقاليد السلطة، وما حدث مؤخرا. الرئيس تبون لما عاد للجزائر أول واحد اجتمع به شكون هو؟ ماشي هو رئيس الحكومة، ماشي هو رئيس البرلمان، ماشي هو وزير كذا أو وزير ذاك. أول واحد اللي اجتمع به هو قائد الأركان شنقريحة. لكن لماذا هذا النفاق السياسي؟ علاش انت دولة عسكرية صافي ماشي مشكل، قول انا دولة عسكرية وفقط. للمزيد فد النفاق السياسي، خصكم تعرفوا انه فيما يخص العلاقة مع اسرائيل، فالجزائر كانت دائما تطلب ود دولة اسرائيل في السر، وكانت تربطها معها علاقة اقتصادية وطيدة، حيث أن الجزائر كانت كتبيع الغاز عن طريق مصر. ومؤخرا يروج أن الجزائر تساوم التطبيع مع إسرائيل مقابل عدم الاعتراف بمغربية الصحراء. ونخليو الجزائر مع نفاقها ونرجعو الموضوع هذا الحلقة. مشاهدي الأعزاء، ماشي صدفة أني رجعت بكم لحقبة التسعينات أو ما يسمى بالعشر سنوات السوداء أو العشرية السوداء بالجزائر. إذا رجعت لهذه المرحلة فذلك لسببين اثنين، جوج ديال الأسباب. الأول تسليط الضوء عن الفاعل الحقيقي وبالدليل، والثاني لتشابه هذه المرحلة مع ما تعيشه حاليا الجزائر من تحولات سياسية. إذن إذا كانوا أغلبية المتابعين للشأن الجزائري يعزون سبب الحرب الأهلية لما هو ظاهر للعيان، يعني إلغاء المسلسل الديمقراطي بعد ما فازت جبهة الإنقاذ الإسلامية بالانتخابات، فإن أجهزة المخابرات الأجنبية وبالخصوص المخابرات الفرنسية فهي جات بطرح آخر يورط بعض الجنرالات، أقول بعض الجنرالات في الحرب. كيف ذلك؟ هذه نبدأ نقطة بنقطة، يعني من فترة الثمانينات أو نهاية الثمانينات حتى التسعينات، لأن العديد يعتقد بأن الحرب بدأت فقط في التسعينات، ولكن الإرهاصات الأولية ديال هذه الحرب الأهلية فهي كانت في أواخر الثمانينات، وبالضبط في شهر سبتمبر 1988. إذا أشنو وقع في شهر في أواخر شهر سبتمبر 1988؟ في هذا الشهر المرحوم شادلي بن جديد عاد إلى الجزائر بعد إجازة طويلة امتدت لثلاثة أشهر. وهنا أول أوجه التشابه مع الفترة الحالية، الرئيس تبون عاد إلى الجزائر بعد فترة علاج طويلة من ألمانيا. إذا أول بعد شد الجزائر بعد جنرالات اللي كيسميوهم الإخوة الجزائريين حزب فرنسا،
يعني الجنرالات اللي كانوا ماشي في جيش التحرير الجزائري، وإنما كانوا في جيش الاحتلال الفرنسي. إذن هاد الفريق من الجنرالات أو هاد الجناح من الجنرالات، كيف ما شرحت لكم في الفيديو الماضي، فأن الجزائر فيها ماشي فقط فيها جناح واحد ديال الجنرالات، وإنما فيها أجنحة متعددة، وفي الغالب كي ياخذ مقاليد السلطة جناح أو عدة أجنحة، وكاين أجنحة أخرى فهي كاينة، ولكن يعني في الغالب كتكون مناوئة للجناح والأجنحة اللي حطها الرئيس كواجهة. إذن باش نرجع للموضوع، إذن هاد الجنرالات ديال حزب فرنسا أو هاد الفريق من الجنرالات، فهما كتبوا خطاب للمرحوم من جديد، وجبروه باش يلقي هاد الخطاب على الشعب. اش كان في هاد الخطاب؟ هاد الخطاب مفادو أن هناك مشاكل، أن الشادي بن جديد في الخطاب ديالو كينتقد الحكومة اللي هو الحكومة ديالو، وكيقول بأن كاين مشاكل عديدة بالبلاد، وأن على الشعب أن يتحرك ميبقاش غير جالس. إذن عجيب أمر هذا الأمر، لأنه رئيس دولة يطلب من شعبه الخروج للتظاهر. رئيس دولة يطلب من شعبه الخروج للتظاهر، عجيب هذا الأمر. إذن فماذا كانت النتيجة؟ كانت مظاهرات عارمة بالجزائر العاصمة في شهر أكتوبر ومدن جزائرية أخرى للمطالبة بالإصلاحات والتعددية الحزبية. ونتيجة هذه المظاهرات اللي كانت نوعا ما فيها نوع من العنف، فكان تدخل الجيش وتم قتل حوالي 500 شخص. إذن هاد الفريق أو هاد الجناح من الجنرالات وصل داكشي اللي بغا، يعني شعل العافية باش هو يستافد من بعد. أشنو استافد هاد الفريق؟ أشنو استافد هاد الجناح؟ هاد الجناح أشنو استافد؟ يعني دوك الجنرالات اللي كانوا في داك الوقت اللي عندهم، اللي كانوا في مقاليد السلطة، فهما تم التنحية ديالهم من طرف الرئيس من جديد، وجاو في بلاصتهم الجنرالات ديال حزب فرنسا. حاجة أخرى اللي قام بها الرئيس بن جديد بعد هاد يعني التحولات السياسية في الجزائر في سنة 1988، فهو كذلك يعني نظم انتخابات بلدية لأول مرة في تاريخ الجزائر، واللي فازت بها كما هو معلوم جبهة الإنقاذ الإسلامية، وأعلن عن التعددية الحزبية في البلاد لأول مرة، لأن من قبل كان فقط الإفلان يعني جبهة التحرير هي اللي كاينة حزب وحيد والأوحد في الجزائر. إذن سبب اندلاع مظاهرات أواخر 1988 كانت خدعة من جنرالات حزب فرنسا، حصلوا من خلالها على مراتب عليا. لكن هذا الشيء ما كفاهمش، هما ما بغاوش غير مراتب عليا، هما بغاو الحكم كله. إذن قبل ما نكمل لكم هاد المسألة، أول شيء نقدم لكم الدليل على هذا الكلام، والدليل هو مقطع لشهادة ضابط في المخابرات الفرنسية. نستمعوا جميعا لهذا المقطع ثم نعود بعد ذلك لنستكمل الحديث. بالنسبة للإخوان اللي ما كيفهموش وما كيتقنوش اللغة الفرنسية، لأن هذا المقطع باللغة الفرنسية، فنقزوا هذا المقطع ودوزوا التتمة ديال الفيديو اللي غتكون مباشرة بعد المقطع. Et en 1988, date clé de l'histoire algérienne, le FIS, c'est-à-dire le Front Islamique du Salut, qui est encore clandestin, va être instrumentalisé par un des clans de l'armée. Instrumentalisé, alors. D'accord, mais ça veut dire que le pouvoir n'est pas monolithique. Non, non, et là encore, on retrouve la France. La France qui intervient? Non, non, je veux parler du passé colonial. En gros, car rien n'est simple, il y a des officiers qui sont issus de la LN, l'armée de libération nationale, d'authentiques combattants. Puis il y a les autres. Des officiers qui ont fait la plus grande partie de leur carrière dans l'armée française. Ces hommes, malgré leur passé peu glorieux, ont quand même réussi à faire carrière dans l'armée et dans les premiers cercles du gouvernement. Ben, ils en veulent encore plus. Mais le pouvoir, quoi.
Exactement. La totalité du pouvoir. Alors, 1988... Ça fait plusieurs fois que vous parlez de 88. Oui, oui. En septembre, le président Chadli revient de très longues vacances. À peine rentré à Alger, le président algérien prononce un discours stupéfiant devant une assemblée de responsables politiques et de hauts fonctionnaires. Discours relayé par la télévision. Dénonçant les malheurs de ses compatriotes, Chadli accuse l'incurie du gouvernement. Mais c'est quand même son gouvernement. Oui, vous avez raison. Mais il accuse aussi le parti unique dont il est par ailleurs le secrétaire général. Ça me paraît extraordinairement étrange tout ça. Ah, et la fin ne l'est pas moins. Le président reproche au peuple sa passivité et l'encourage à agir. Alors, c'est quoi? C'est une sorte d'appel à la rébellion? Ça y ressemble. Bon, d'accord, mais expliquez-moi alors. Bon, il est évident que le roi fainéant Chadli n'a pas pris cette initiative tout seul. Il a été conseillé, et peut-être même lui a-t-on écrit son discours. Enfin bref, vous l'avez compris, dans son entourage, quelqu'un ou quelques-uns ont décidé de mettre le feu aux poudres. Ouais. Chadli n'est qu'une marionnette aux mains des militaires. Et la réalité, c'est qu'un clan a décidé de se débarrasser de l'autre, y compris en mettant l'Algérie à feu et à sang. Ce qui va se passer? Oui, des grèves éclatent. Le mécontentement s'accroît, les pénuries alimentaires deviennent de plus en plus fréquentes, alors même qu'il existe des stocks. Vous voulez dire que ces pénuries sont systématiquement organisées? Je pense, oui. Et ce qui doit arriver arrive. Début octobre, le 5, je crois, de jeunes Algérois descendent dans la manifestation est très violente. C'est à une véritable émeute qu'on assiste. Des magasins sont pillés, des commissariats sont attaqués, des ministres molestés. Le soir, on décrète l'état de siège et la répression commence. Alors, la répression? Elle est féroce. L'armée intervient. On arrête à tour de bras, on torture et au final, on comptera presque 500 morts. Cette violence extrême a fait l'effet d'un véritable séisme en Algérie. Et en toute hâte, le président Chadli amorce une démocratisation du régime en autorisant la création de partis politiques. Mais est-ce que ça suffit pour calmer le clan, la population? Provisoirement. Qui est à l'origine de ce séisme, comme vous dites. A-t-il tiré parti de cette affaire? Bien sûr. À la suite de cette répression extrêmement féroce, plusieurs généraux appartenant à la vieille garde sont limogés. Dans la vieille garde FLN? Oui, oui, ils sont remplacés par les enfants de troupe, comme on les appelle, c'est-à-dire le clan des anciens de l'armée française. Mais ce n'est pas tout. Le FLN est discrédité, l'ex-parti unique est court-circuité. C'était le résultat auquel voulaient aboutir les auteurs de cette manipulation qui désiraient se débarrasser des caciques qui en étaient à la tête. Et Chadli, alors? Il surnage. Enfin, c'est normal, puisque son directeur de cabinet, le général Belkhair, est l'un de ses officiers qui sont à l'origine de la manœuvre. Mais c'est loin d'être fini. Suivent ensuite les élections locales, les premières élections pluralistes depuis l'indépendance. Et c'est le fils qui rafle la mise en surfant, comme on dit aujourd'hui, sur le mécontentement populaire. Mais dans des conditions pas toujours très claires. Mais c'est-à-dire? Bon, on observe beaucoup d'irrégularités. Dans certaines communes, on a voté sous la surveillance de militants du fils armés de barres de fer. Mais curieusement, les autorités ne bronchent pas. Ah, c'est-à-dire, on a sciemment laissé faire, alors. C'est très possible. Je vous l'ai dit, les islamistes. ديال الإخوان شهادة ديال ضابط فرنسي اللي عاش هاد الأحداث مباشرة، وهاد الشهادة كتأكد اللي قلت لكم على المرحلة ديال أواخر الثمانينات أو أواخر 88، ولديك المكيدة اللي قاموا بها جنرالات حزب فرنسي، يعني دوك الجنرالات اللي كانوا ما كانوش في جيش التحرير الجزائري، وإنما كانوا كيستغلوا مع جيش الاحتلال الفرنسي. إذن بعد مرحلة أواخر 88 وبعد داك الشيء اللي ربحوه، يعني جنرالات حزب فرنسا يعني خداو مناصب وجنرالات ديال جيش التحرير تم إقالتهم وهم شدوا بلاصتهم، لكن هاد الشيء ما كفاهمش. هما بغاو الحكم كله، بغاو كل شيء. هنا فين جات مرحلة ديال سنة 1991 بالضبط، أواخر 1991، ملي هاد الجنرالات بغاو المزيد ثم المزيد. وطبعا نذكركم هذا ماشي الكلام ديالي انا، هذا يعني شهاده ديال هاد الضابط اللي عاين هاد المرحله. وغادي نعطيكم المقطع الثاني اللي غادي ياكد هادشي اللي غنشرح لكم حاليا. نمشيو بخطوه بخطوه. قلت هاد الجنرالات يدان هادو بغاو المزيد والمزيد، اش نقصهم يديروا؟ خصهم يشوفوا تاني شي مكيدة أخرى باش يشدوا هاد المرة مقاليد السلطة كلها،
هما فقط يكونوا جنرالات من الصف الأول، بعد ما كانوا جنرالات من الصف الثاني، حاليا بغاو يكونوا هما داك الجناح العسكري اللي شد كل شيء، يعني هو اللي كيتحكم في البلاد والرئيس الفعلي. إذن أول خطوة قاموا بها جهد الجنرالات هي أنهما دفعوا جبهة الإنقاذ إلى العنف. هذا ما معناه؟ يعني خصكم تقراو بين السطور، شنو معناتها؟ يعني هاد الجنرالات دفعوا جبهة الإنقاذ إلى العنف، يعني أن جبهة الإنقاذ كانت أنفلتخي، يعني مخترقة من طرف مخابرات الجزائرية اللي تابعين لهاد الفئة من الجنرالات. وبالفعل وقعت يعني جبهة الإنقاذ في الخطأ، وقامت باحتجاجات كثيرة، وخاصة بعض احتجاجات منها اللي كانت عنيفة، تم على إثرها اعتقال قيادي الجبهة اللي هما علي بالحاج وعباسي مدني. لكن بهذا الاعتقال قررت جبهة الإنقاذ مقاطعة الانتخابات الشرعية اللي كان مقرر إجراؤها في أواخر 1991. هادشي ما كيخدمش مصالح حزب فرنسا، يعني جيرالات فرنسا، لأنهم كانوا مخطين أن الجبهة تشارك، ومخطين أن الجبهة تربح انتخابات باش من بعد ينقلبوا ضدها ويشعلوا الحرب في الجزائر. والمبرر اللي غيكون عندهم باش يشدوا مقاليد السلطة غادي يقولوا أننا راه ضربنا حزب إسلامي اللي غادي يدرينا إيران جديدة في الجزائر. إذن هاد المكيدة هي اللي خلاتهم يعني يدفعوا جبهة الإنقاذ باش تنجح في الانتخابات، وباش هما ديك الساعات ينقدوا ضدها ويبانوا ويكون عندهم داك المظهر ديال المنقد أمام بروميرمون اولا الشعب الجزائري، وثانيا بصفه خاصه امام بقيه العالم. ما غاديش نحرقوا المراحل، غادي نرجع لهذه الفكره اللي بديت ديال انهم دفعوا جنقه جبهه الانقاذ يعني باش تمارس العنف، وبعد تعتقل القيادين ديالها، وبعد ما تعتقل القيادين ديالها فهي قررت المقاطعه. مادام هاد الفكرة ديال المقاطعة ماشي في صالحهم، خصهم يفكروا في شي فكرة جديدة باش يدفعوا الجبهة أن تعدل عن هاد القرار. أشنو هي الفكرة وأشنو هي الخطة؟ الخطة فيها جوج ديال سميتو ديال المحاور. المحور الأول أنهما جبروا المرحوم الشاذلي بن جديد باش يلقي خطاب يؤكد فيه أنه على استعداد للحكم على الجبهة. إذا بحثوا الإخوان يعني في الانترنت راه غادي تلقاو هذا الخطاب ديال المرحوم بن جديد. والخطوة الثانية أو المرحلة الثانية في هذه الخطوة، حركوا دك البيادق ديالهم، يعني كيف ما قلت لكم راه الجبهة كانت مخترقة من طرف الجهاز. حركوا دك البيادق ديالهم داخل الجبهة باش يخليوا الجبهة ترجع على هذا القرار وتشارك في الانتخابات التشريعية. هذه المرة التشريعية، يعني الانتخابات الأولى اللي نجحت فيها هي انتخابات محلية، يعني بلدية أو جماعية. وبعد ما شاركت انتخابات تشريعية في الجبهة حققت واحد انتصار كبير جدا في الدور الأول، وهذا هو اللي كانوا كيبحثوا عليه. إلا سمحتوا الإخوان قبل ما نكملوا هاد يعني الشرح، غادي نحط لكم المقطع الثاني من شهادة الضابط الفرنسي اللي عايش هاد الفترة، وبعد ذلك نكملوا الشرح إن شاء الله. إذن لنستمع جميعا للمقطع الثاني. Période très chaotique, il y a de nombreuses grèves, des émeutes. 1991, c'est aussi l'année de la guerre du Golfe. Oui. Les dirigeants du FIS, qui ont pourtant été largement financés par l'Arabie Saoudite, prennent fait et cause pour Saddam Hussein et orchestrent de violentes manifestations contre les Occidentaux. Oui. C'est aussi l'année donc où le FIS va remporter les élections législatives. Hein. Oui, et là encore, on va assister à de curieuses manœuvres. Enfin, disons pour simplifier que tout au long de cette année 91, il existe une volonté de continuer à déstabiliser le pays. Toujours ce clan des généraux, là. Je suis certain. On essaie d'exacerber les tensions et de pousser les islamistes à avoir recours à la violence. Alors, ça voudrait dire, enfin clairement, que le FIS s'est infiltré. Naturellement.
Avant l'été, le fils déclenche une grève générale qui débouche sur une véritable insurrection civile. Le pouvoir fait arrêter les deux leaders du fils, Abbassi Madani et Ali Belhad. Ce qui évidemment ne doit pas calmer la situation, bien au contraire. Bien sûr. La conséquence, c'est que le fils décide de boycotter les élections législatives qui doivent avoir lieu à la fin de l'année. Et ça... Ça ne fait nullement l'affaire des comploteurs. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent que le fils remporte les élections, c'est aussi simple que cela. Et ils vont tellement bien faire que le parti islamiste va effectivement revenir sur sa décision. Mais comment alors ? Ils obligent Chadli à déclarer publiquement qu'il est prêt à gouverner avec les islamistes s'ils viennent à gagner les élections. Alors aussitôt, le fils décide de participer au scrutin. C'est normal. Bon, enfin, la suite, vous la connaissez au premier tour. ديال هاد الجناح من العسكر من الجنرالات ديال الجزائر على شعبه مؤامرة على شعبه لأن كانت هاد الحرب يعني الأهلية كلها كانت خدعة الهدف منها هي الصراع على السلطة الصراع على تسلم مقاليد السلطة يعني المراكز الكبرى كيف ما شرحت لكم راح حقوا بعد يعني بعد المراتب ولكن هما باغين اكثر واكثر بغاو يكونوا هما الجناح العسكري الحاكم. اذا هذا الاجتماع وهذا الانتصار عفوا هذا الانتصار خلى الجنرالات يجتمعوا. بعض القصاصات كتحدث على اجتماع ديال ما بين 30 حتى 40 جنرال اجتمعوا في عين النعجة. واغلبهم هاد الجنرالات هما كانوا من حزب فرنسا وقرروا بالإجماع تعطين مسلسل ديمقراطي وإلغاء الدور الثاني. هاد الإلغاء أو تعطين مسلسل ديمقراطي لكن ما شرحت لكم راه كان مدروس يعني كان هما الهدف ديالهم أن الجبهة الإنقاذ تنجح عما تنجح غادي يمنعوها أنها يعني تسلم يعني مقاليد السلطة رغم أنه كيف ما شرحت لكم يعني مئات المرات أن يعني دولة الجزائر هي دولة عسكرية حتى لو كانت جبهة الإنقاذ فما غاديش يكون عندها شي دور مؤثر داخل المؤسسات لأن اللي كيحكم كيف شرحت لكم سلفا هو الجناح العسكري أو الأجنحة العسكرية اللي متسلمة الحكم واللي كتسير حتى الرئيس بنفسه وما كاين حتى شي نظام رئاسي ولا نظام برلماني في الجزائر هو نظام عسكري بحت. واللي كيزيد يعني أكد نظرية المؤامرة علاش ما بدل ما يقطعوا داك المسار الديمقراطي يمكن يمشيو للدور الثاني ويزوروا انتخابات وتولي الفيس يعني جبهة الإنقاذ خاسرة أو لا يدوزوا الدور الثاني ومن بعد ذلك فالمجلس العسكري غادي يطلب عفوا الجنرالات غادي يطلبوا إنما يجبروا الرئيس بن جديد باش يحل البرلمان وانتهى المشكل. علاش هما اختاروا يعني أشد الحلول اللي هي اللي فيها مضرة للشعب الجزائري واللي تقدر تؤدي الحرب الأهلية ماشي تؤدي وإنما هذيك الحرب الأهلية كان مخطط لها أصلا. إذا التتمة ديال هاد المسألة ماشي نرى نكملها لكم وإنما جنرال جزائري كان حاضر في ذاك الاجتماع ديال عين النعجة هو الجنرال المتقاعد حسين بن حديد الذي أرفع له القبعة فإنه هذا الجنرال كان يعني وطني 100% هو صراحة كان عطاهم حلول باش يتفادوا هذا المشكل ديال بين قوسين يعني انتصار جبهة الإنقاذ الإسلامي في انتخابات الشيعية والتهديد اللي كانت كتهدو على بالنسبة لدولة الجزائر أنها ممكن تصبح دولة إيران مغاربية إلى غير ذلك. إذا ما غاديش نطول عليكم أنا كنت غادي نجيب لكم هاد التصريح ديال الجنرال حسين بن حديد للأسف ضاع مني لكن ماشي مشكل ضاع التصريح المباشر ديال حسين بن حديد لكن لقيت تصريح آخر للدبلوماسي الجزائري السابق الأستاذ محمد العربي زيتوت اللي حتى هو تحدث على الشهادة ديال الجنرال بن حديد وقام بالأكثر من ذلك يعني شدها ويعني لخصها
غادي نستمعوا جميعا للشهاده ديال بن حديد كما لخصها الاستاذ زيتود، ثم نعود بعد ذلك للشهاده. لكن موقفه يقول بانه هو ما كانش مع وقف المسار الانتخابي كما كان يسموه، ويختصر يقول باللي راكم اذا قلتوا لنا باللي راه فيه زور في الدور الاول فاحنا نزوروا في الدور الثاني ونعطوا الاصوات للاحزاب الاخرى خاصه لفلان والاف اف اس باش نوازنوا هذا البرلمان. وفي النهايه هو كاين شاد لي من جديد اذا شاف باللي الفيس يخرج على الطريق يحل البرلمان. في الحقيقه هذا كان حل، وهذا كانت كل العقول اللي تريد الخير للبلاد كانوا اقترحوه عليهم، يعني بانهم في نهايه المطاف هذا ليس انتخابات رئاسيه، الانتخابات شرعيه. الانتخابات الشرعيه مش مهمه كثير في الجزائر، مهمه في حدود معينه، لكن الاهم في الجزائر هو الرئيس، لان النظام السياسي في البلاد هو نظام رئاسي. والبرلمان صحيح عنده دور لكن يبقى دوره أقل بكثير من الرئيس. وكان بن حديد من بين المعترضين يقولوا أنه في الاجتماع حضروا ما بين حسب الشهادات ما بين 40 و 50 جنرال، وأن اللي اعترضوا كانوا في حدود 4 فقط. البعض كان ماخذ موقفه نص نص، يقول لهم أنا ما عنديش رأي في الموضوع، سواء لأنه كان خايف أو لأنه كان مش فاهم وش راح يسرى. لكن الأغلبية العظمى، وحتى بن حديد يقولها، يقول بأن الأغلبية العظمى كانوا مع وقف المسار الانتخابي أي مع الانقلاب، هو يقولها يعني. موجودة الشهادة نتاعو، كان يومها في قناة المغاربية، وقبلها أيضا كان تحدث في راديو أم. بعد هذا التصريح اللي قام به بن حديد، ورغم عمره كان يومها عمره كم 77 سنة يمكن، بعدها نظن في اليوم التالي او اللي بعده خطفته المخابرات وسجنوه. سجنوه على هذا التصريح اساسا، على هذا التصريح وتصريح اخر يقول فيه من ان كتيبه الاهوال اللي كان يقودها الشيخ قاده الشيخ او حاجه هكذا نسيت اسمه، الامير يعني، كان واحد الامير مشهور، يقول بانها كانت مخترقه من طرف دي ار اس، وانها كانت تقوم بمجازر اسماعيل العماري اللي هو اللي كان خلفها، يعني هذيك المجازر وذاك القتل. طبعا بهذا واش دار جنرال بن حديد في تصريحات سواء قصدها ولا ما قصدهاش، كسر اهم نظريتين بني عليهم الانقلاب. النظريه الاولى هو انه كان بالامكان الذهاب بهذيك الانتخابات، لان انتخابات شرعيه مش انتخابات رئاسيه، وكان ممكن حل البرلمان من طرف الرئيس الشادي بن جديد في أي وقت إذا كان هناك مشكل. وذكر وتحدث على هذا اللقاء اللي كان لقاء سري ما كانوش يتكلموا عليه. والأمر الثاني أي أنه فضح هذا ما جرى يومها، ومن أنه في الحقيقة قرار الانتخاب كانت تخذ حتى قبل ذلك، لكن جابوا الجنرالات آخرين باش يجمعوا يجيبوهم يعني يوافقوا يعني. الأمر الثاني يومها الجنرال بن حديد كسر نظرية من أن كل الجماعات هذه اللي كانت تقوم بالمجازر وبالقتل وبالاغتيال كانت إسلامية، أنه قال كاين بعض الجماعات كانت نتاعنا نتاع المخابرات. وذكر كتيبة الأهوال اللي هي أخطر كتيبة وأخطر جماعة في الغرب الجزائري، اللي تنسب لها أيضا مجازر كبرى اللي هي خاصة في غليزان، مجازر رمكة على ليلتين يعني فيها أكثر من 1000 قتيل في تلك المجزرة، رهيبة مرعبة. فكان التصريح نتاع الجنرال بن حديد بالنسبة إليهم كسر النظرية والبروباغندا اللي بناوها لمدة آنذاك. فهنا الإخوان يعني الأستاذ محمد العربي زيتوت هو نقل بأمانة شهادة الجنرال بن حديد، أختلف فقط في نقطة وحيدة مع الأستاذ زيتوت فيما يتعلق بالنظام السياسي بالجزائر. فالنظام السياسي في الجزائر ليس لا هو نظام برلماني ولا هو نظام رئاسي، النظام السياسي في الجزائر هو نظام عسكري بامتياز، والرئيس فقط هو كواجهة مدنية واللي كيحكم، وشد مقاليد السلطة هو الجناح العسكري أو الأجنحة العسكرية اللي حط ذاك الرئيس كواجهة مدنية. إذا هنا كنسد هذا القوس، إذن هنا تشوفوا بأنه هذا جنرال ماشي هو ضابط من دولة أخرى أو شيء، هذا جنرال كان حاضر الاجتماع، هذا جنرال كانت عنده مسؤولية في فترة التسعينات يعني في ديك العشرية السوداء،
وبدوره حتى هو بين بان التنظيمات الاسلاميه فهي كانت مخترقه، والاكثر من ذلك فانه فهو قال كاين تنظيمات اسلاميه هي في الحقيقه هي تنظيمات ديال المخابرات وكانت قامت بمذابح. هادشي ماشي انا اللي قلتو، هذا الجنرال بن حديد اللي هو كانت عنده مسؤوليه في ذلك الوقت، وكان من الجنرالات اللي خداو القرار، واخا هو كان معارض ولكن كان حاضر في الجلسه. اللي ما كيعرف الجنرال بن حديد فهو جنرال ما عندوش لسانه في، يعني ما داك النوع اللي في قلبه على لسانه، يعني ما يمكنش تكون شي حاجه وما يقولها. ففقط للتذكير فهو ماشي هاد المره فقط اللي تعتقل فيها، فتعتقل ايضا في عهد ديال اواخر عهده بوتفليقه، لانه كان على خلاف مع السعيد بوتفليقه وانتقدوا صراحه، كما انتقد القايد صلاح وعاود تعتقل من جديد، وانتقد يعني بالعديد من القرارات ديال القايد صلاح وتم اعتقاله لعده مرات. إذن الإخوان هذه جوج ديال الشهادات كتأكد بالملموس تورط جنرالات حزب فرنسا في الحرب الأهلية في فترة التسعينات لهدف واحد فقط، وهو الوصول إلى مقاليد السلطة العليا، والضحية بطبيعة الحال كان هو الشعب الجزائري. إذن كانت هذه الخدع كلها بما فيها يعني أنهم يخليوا جبهة الإنقاذ الإسلامي تربح الانتخابات التشريعية، فكان هادشي كلها باش يبانو من بعد بدور المنقذ من يعني داك الخطر الإسلامي اللي كيواجه دولة الجزائر والمنطقة المغاربية وبالخاصة الدول الغربية. ولكن هما حاجة اللي فلتت لهم يعني الحرب الأهلية راه ماشي روبيني غادي تشعلو غادي تطفيه، لذلك فهي هذه الحرب راه دامت لمدة 10 سنوات، ماشي نهار ولا يومين ولا عام ولا عامين. إذن هذا فقط جبت لكم هذا الموضوع اليوم باش نربطه بالأحداث الحالية. فكما سبقت وذكرت لكم كاين أوجه تشابه كثير، فالشبه الأول أنه غياب تبون لمدة طويلة مع نفس توازي أو عفوا نفس تشابه مع غياب الشاذلي بن جديد فترة الثمانينات لمدة طويلة. أوجه التشابه الثانية هي ما يقع في منطقة الصحراء المغربية وبالخصوص منطقة القرقرات، فمن 2017 وكاين هناك مناوشات من طرف البوليزاريو يعني بالقرار اللي كيأتي من الجزائر. واش كاين شي جناح عسكري حاليا هو حط عينو على السلطة وبغى يحيد بغى يزول الجناح العسكري اللي كان حاكم في الجزائر لمدة طويلة اللي هو جناح القايد صلاح؟ واخا القايد صلاح مات راه باقي الأتباع ديالو هما اللي باقين شادين مقاليد السلطة. درنا هاد الأيام المقبلة هي اللي غادي تثبت لنا النوايا فين غادي يخرجوها هاد المرة. واش هاد المرة داك الجناح العسكري اللي بغى ينقذ السلطة واش تا هو غادي يشعل شي حرب آلية؟ واش تا هو غادي يدير شي حرب خارجية جهوية؟ واش هناك أسئلة كثيرة تطرح، والأيام المقبلة هي اللي غتبين لنا كل شيء. إذا نهاية الفيديو، وكنذكركم الإخوان اللي كي يشاهدنا الأول مرة اشترك معنا باش يوصلوا جديد ديالنا، لأن كاين واحد الفيديوهات مهمة جديدة غادي تصدر قريبا إن شاء الله. إلا بغيتها توصلكم اشتركوا معنا وفعلوا الجرس، وإلا كنتوا عجبكم هذا المحتوى وهذا الفيديو فما فيها بس دعمونا بلايك، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.